بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنحكي عن بعض من أدوات الريتاتشينج تولز، الأدوات الخاصة بالتعديل على الصور والتخلص من الأخطاء وتصليحها وإزالة العيوب منها. الأدوات الموجودة عندي في المنطقة هاي اللي هي أداة سبوت هيلينج براش تول، أداة هيلينج براش تول، أداة الباتش تول، أداة كونتنت اوير موف تول، اداه الريد اي تول. خلونا نبدا باول اداه وهي اداه سبوت هيلينج براش تول، واختصارها من لوحه المفاتيح حرف ال جي. وظيفه هذه الاداه انها بتحذف اجزاء من الصوره اللي بضغط عليها بزر الفأر الايسر وبتظهر اجزاء ثانيه من الصوره. اول حاجه خلينا نشوف شكل الأداة في المنطقة هاي. في عندي سايز حجم، عندي هاردنس، عندي سبيسينج وانجل. الهاردنس مقصود فيها حدة الصورة، وهنا عبارة عن قطر الأداة. هلقيت أنا واقف هنا، خلينا نحاول نكبر الصورة. كنترول زائد نعمل زوم إن. هلقيت على سبيل المثال أنا عندي في المنطقة هذه في طائر، أنا عايز أخفي أو أحذف الطائر هذا، ومشان هيك نيجي أكبر قطر الأداة. ممكن أرجع أكبرها بحرف الدال. هلقيت الدائرة أكبر من الطائر أو حوالين الطائر، ممكن أضغط ضغطة واحدة بزر الفأرة الأيسر. بلاحظ إنه أنا تخلصت من الطائر وتم استبداله بالبحر والأمواج اللي حوله. في المنطقة هاي في عندي طائر تاني، لو أنا بدي أستبدله أو ما بدي إياه، خلينا نكبر الأداة بحرف الدال والتصغير بالمناسبة بحرف الجيم. أنا كبرت أكبر من هيك على أساس أتخلص من الطائر وظله. بضغط ضغطة واحدة بزر الفأرة الأيسر، بجد إنه اختفى الطائر وظله وبقى مش موجود. نعمل كنترول زيرو، بنلاحظ إنه الطائر اختفى وتم استبدالها كأنها صورة طبيعية. وطبعا هاي الأداة تستخدم في المعالجة، مثلا لو أنا عندي صورة طفل زي هيك، بمجرد إنه أنا أختار الأداة حنحاول نصغر القطر حرف الجيم. أحاول أكبر شوي من البثور وبحاول بضغط ضغطة واحدة بزر الفأر الأيسر، بلاحظ إنه بعالج وبكبر شوية على كل بثر أو بثور، أحاول أكبر أو أصغر على حجم قطرها، فبجد إنه بستبدل لي الأجزاء والعيوب هذه قاعد بصلح لي إياها. لاحظوا معايا كيف الفرق بين الصورة إيش بصير. ومنكمل حتى نقدر نشيل كل البثور وكل العيوب الموجودة في الصورة. عندي أمر فايل ريفيت أو من لوحة مفاتيح F12 برجع للصورة الأصلية. كنترول زد خلينا نشوف الفرق ما بين الصورة الأصلية وعملية التعديل. في عندي في المنطقة هاي تايب، عندي مجموعة من التايبس. أول تايب هو الكونتنت أوير اللي كان وضعها إنه بدمج البيكسلز
بالوضع الطبيعي. الخيار الثاني أو النوع الثاني هو الكرييت تكستشر، بياخذ جزء من الصورة وبكرره. البروكسيميتلي ماتش اللي بيدمج البيكسلز مع بعضها. أفضل وضع عندي هو الكونتنت أوير، هذا من الأشياء المميزة اللي هو بتوقع إيش موجود بداخل الدائرة، وهو يعتبر أفضل خيار من الموجود. بالنسبة لتعامل الأداة مع الألوان، موجود عندي عدة خيارات في المود. أول خيار هو النورمال اللي قبل شوي شفناه، اللي بيدمج بشكل عادي. لاحظوا معي كيف بيصير دمج بالنورمال عادي بشكل عادي. الريبليس استبدل البيكسلز الموجودة وبضع بيكسلز موجودة أصلا. لاحظوا معي كيف بيصير. النوع الثالث من المود هو عندي موجود حاجة اسمها مالتيبلاي، بيدمج البيكسلز مع بعضها لكن بضع لون غامق شوية. لاحظوا اللون غامق شوية في المناطق هاي. السكرين النوع الرابع، انه انا لو ضغطت في المنامة بيعطيني لون افتح شوي. بعد السكرين بيجي عندي داركن، بيعطيني بدمج لي اياها وبيعطيني الوان اغمق شوي. لاحظوا معايا كيف بصير. اللي بعدها لايتن، بيعطيني افتح منطقة فاتحة. لاحظوا في المنطقة هاي. بعد هيك في عندي كلر، بيعطيني لون مختلف. يعني هاي في المنطقة هاي في عندي لون أحمر، لما أجي أضغط في المنطقة هاي مثلا بيعطيني لون أسود. لاحظوا معايا. ممكن باستخدام هاي الأداة إنه أقدر أنا أخفي العيوب، البشرة، حب الشباب، الجروح، الوشوم. الآن خلونا ننتقل للأداة الثانية، أداة الهيلينج براش تول. نفس الاوبشنز الموجودين في السبوت هيلينج براش تول، اداه من ادوات الريتاتشنج اللي من خلالها بقدر اعالج الحبوب، البثور، عيوب البشره. بالاضافه بقدر اعالج الاخطاء الناتجه عن عمليه التصوير. استخدام الاداه هنا مختلف شويه، كيف انا ممكن استخدم هاي الاداه؟ على سبيل المثال انا عندي صوره الطفل هذا، كيف انا ممكن اضبط هاي الصوره؟ اول شيء مثلا البثر هذا او الحبه هاي عاوز اعالجها، كيف ممكن اعالج النقطة هاي؟ باجي بضغط على Alt، بتغير شكل الماوس، بضغط بزر الفأرة الايسر، بهيك بكون انا اخذت نسخة كوبي. باجي في المنطقة هاي فوق البثور بحكي له بيست، ضغطة بزر الفأرة الايسر. على سبيل المثال المنطقة هاي بضغط Alt، بضغط بزر الفأرة الايسر، هيك بكون انا نسخت نسخة. باجي في المنطقة هاي ممكن اعالجها. لما اجي استخدم الطريقه هاي لابد انه انا اعالج في المناطق هاي، احاول اخذ النقطه او اخذ نسخه من جنب البثر. يعني Alt في المنطقه هاي نقطه وباجي في المنطقه هاي. ليش انا بحاول اعمل ريتاتش من المناطق اللي جنبها؟ علشان درجات اللون اللي في الصوره ما تبوظش وتبقى زي ما هي. نيجي في المنطقه هاي، نيجي Alt، نضغط ضغطه واحاول انه اعالج المنطقه هاي. لاحظوا معي كيف انا قاعد بعالج الصورة. عمرتين ممكن اعمل الحبة هاي. شفنا بهيك الطريقة الاولى لعملية معالجة الصورة باستخدام الهيلينج براش تول. في طريقة ثانية اللي هي عن طريق الباترن. يبقى انا بدي اقول له سورس، بدي اضغط على الباترن ضغطة واحدة، وحاولوا ركزوا معايا شوية في الخطوات هاي. على سبيل المثال أول خطوة إنه بدي أروح على أحد أدوات السيلكت واختار وأعمل سيلكشن لمنطقة خالية من العيوب وأخذها كنمط أعالج بقية المناطق الثانية. على سبيل المثال بدي أخذ المنطقة هاي عملت لها تحديد. الخطوة الثانية بحكي إيديت، بحكي له كوبي، أعمل لي نسخة من المنطقة اللي حددتها. بعد هيك بدي أحكي له سيلكت، دي سيلكت، إلغي التحديد. بعد هيك بدي احكي له فايل انيو، ملف جديد، احكي له اوكي كرييت. هلقيت انا بدي اروح احكي له اديت بيست للجزء اللي انا عملت له كوبي. بعد هيك انا بدي احكي له اديت. بعد هيك ايش بدي احكي له بعد اديت؟ حاجه اسمها ديفاين باترن، روح عرف لي النمط. انا خلينا نسميها حرف البي مثلا، بحكي له اوكي. نرجع للصوره تاعتنا،
لقيت انا بدي اعالج المناطق هاي، مثل المنطقه هاي او المنطقه هاي، برجع على اداه الهيلينج برش تول وببدا اعالج بالنمط اللي انا عملته، النمط هذا. هل جيت الان في انا عندي طريقتين لمعالجه الصوره باستخدام الهيلينج براش تول. الطريقه الاولى اللي هي السامبل، انه انا اخذ عينه من المنطقه اللي جنبها واعالج المشكله اللي عندي باستخدام السامبل. الطريقه الثانيه انه انا في عندي نمط عملته وبدي اعالج بالنمط الموجود عندي. اي طريقه بتناسبك استخدمها. بالنسبه للأداة هاي شفنا السايز وشفنا الهاردنس وشفنا السبيسنج في السبوت هيلينج برش تول نفسها، والمود برضو نفس الشيء. كانت الشغلة الجديدة عندي انه كيف المصدر العينة من وين يكون، هل هو سامبلد انت تاخده من جنب البثر او جنب العيب تضغط ضغطة الت تاخذ نسخة منه وتبدأ تعالج، او تعمل باترن نمط معين وتبقى تعالج فيه. الآن خلونا نروح على أداة الباتش تول. أنا الآن اخترت أداة الباتش تول. هل جيت أنا بدي أكبر صورة البحر الموجودة عندي؟ هل جيت أنا القارب هذا بدي أروح أعمل له سيلكت، أعمل له تحديد باستخدام أداة الباتش تول وأغلق السيلكت، وبمجرد أرفع إيدي عن الماوس بيظهر عندي التحديد. عندي الآن في سورس وديستنيشن. خليني أنا أضغط الآن على السورس وأبدأ أحرك بزر الفأرة الأيسر الماوس بهذا الشكل، ورحت واقف على الجزء هذا من البحر. أترك الماوس، أضغط كنترول دي بلوحة المفاتيح، هلاقي إنه حذف لي القارب كأنه مش موجود خالص. ولو رحت أنا عملت سيلكت في المنطقة هذه بأداة الباتش تول واضغط بزر الفأرة الايسر واحمل دراج للمنطقة البحر هاي كأنها مش موجودة. كمان مرة بحدد بأداة الباتش تول، احرك في المنطقة هاي كأنها مش موجودة. خلينا نتراجع عن الخطوات اللي احنا عملناها. المرة هاي انا بدي اختار الديستنيشن بدل السورس، واروح احدد القارب في المنطقة هاي. اتاكد انه غلق التحديد. بعد هيك بضغط بزر الفار الايسر واعمل دراج للمنطقه هاي، هلاقي انه اخذ لي نسخه ثانيه من القارب كانه نقله. كنترول دي. طب ايش الفرق بين السورس والديستنيشن؟ السورس بيعالج الجزء اللي انا مختاره من منطقه ثانيه في الصوره، أما الديستنيشن هو بينقل لي المنطقة اللي محددها إلى منطقة ثانية في الصورة. طيب في طريقة ثانية من طرق استخدام الباتش تول؟ في طريقة ثانية عن طريق استخدام أدوات التحديد. خلينا نبدأ نحدد القارب بأداة الليبتيكال مارك تول بالشكل هذا. بعد ما حددت بروح أبدأ أطبق عليه الباتش تول، بضغط ضغطة بأداة الباتش تول، أروح على الصورة، أحرك في الباتش تول في المنطقة هاي، يبقى نقل لي نسخة ثانية من الصورة. كنترول دي. خلينا ناخذ تطبيق ثاني على أداة الباتش تول. بفرض إنه أنا عندي جزئية زي هاي في المنطقة هاي، واخد جزء من الشعر وجزء من الوجه وجزء في المنطقة في النص، فصعب جدا أنا لو رحت على أداة السبوت هيلينج براش تول لو ضغطت في المنطقة هاي بلاقي المعالجة ممكن تكون فاهية شوية. نعمل نرجع للصورة زي ما كانت. وبرضه لو رحت على أداة الهيلينج براش تول ممكن تكون النتائج مش مظبوطة، يعطيني النتائج مش مظبوطة. فأحسن حل في المناطق المتشابكة زي ما هاي، وأروح أستخدم أداة الباتش تول
إذا أنا كنت محدد السورس، باجي بحدد المنطقة اللي فيها عيب وبحرك باستخدام الماوس، بعمل دراج كنترول دي. المنطقة هاي مثلا كنترول دي. لو كنت أنا محدد الديستنيشن ممكن أحدد المنطقة الخالية من العيوب، المنطقة هاي، وبيجي بعمل دراج في المنطقة اللي فيها عيوب كنترول دي، وبنلاحظ إنه بدأ يعالج المشاكل الموجودة عندي. وبرضو أنا لو قاعد بحدد أنا منطقة في المنطقة هاي وحددت خطأ وما محددتش بالشكل هذا، ممكن أعمل الخصائص هاي الموجودة، أعمل Add to Select، أضغط ضغطة Add to Select، ضفت على عملية Select. حتى لو بدي أعمل سبتراكت لسيلكت أو أنقص جزء من السيلكت، بقدر أعمل سبتراكت للسيلكت. وحتى لو بدي أعمل كمان هنا ديفرنس للسيلكت. الآن خلونا ندخل لأداة ثانية من أدوات الريتاتشنج تول، وهي أداة الكونتنت أوير موف تول، وبالمناسبة هي عكس أداة الباتش تول، واختصارها من لوحة المفاتيح حرف الجي. نختار بزر الفأر الأيسر. بفرض أنا عندي صورة زي هاي، أنا عايز الكونغر أنقله من مكانه هنا إلى هنا، مكانه هنا مش عاجبني وعايز أحطه هنا، هعمل هذا كيف؟ هروح أتأكد إن أنا اخترت أداة الـ Content Aware Tool، وأنا عندي المود هو Move، وأبدأ أعمل Selection تحديد لمين؟ للكونغر. فلقيت أنا قاعد بحدد الكونغر بشكل مبدئي وتحديد غير دقيق. انغلق الكونغر، ممكن نيجي نكبر شوية. هلقيت أنا على أساس أعدل عملية التحديد، ممكن من المنطقة هاي، أو ممكن أروح أحكي له Select Modify Expand، وأحكي له اعمل لي Expand بعشرة بكسل. ألاحظ إنه زود، لاحظ المنطقة هاي لسه، ممكن كمان أعمل كمان مرة Select Modify Expand، أقول مثلا كمان بدي 5 بكسل، بلاحظ إنه زود المنطقة هاي، Control Zero على أساس يعمل لي Fit للصورة. بعد هيك وأنا واقف على أداة الـ Content Aware Move Tool وعندي وضع المود Move، أبدأ أسحب الكونغر بالشكل هذا، اضغط إشارة الصح وانتظر شوية. شايفين ايش اللي حصل؟ انه انتقل الكونغر من المنطقة هاي للمنطقة هاي، ولا كأنه موجود كان في المنطقة هاي. في وظيفة تانية او وضعية تانية للأداة او نمط تاني اللي هو Extend. هلقيت نختار Extend وخلينا نشوف ايش ممكن يعمل. انا هلقيت عامل Selection للكونغر هذا بأداة الـ Content Aware Move Tool، وأبدأ أسحب السيليكشن في المنطقة هاي، ونضغط إشارة الصح، بنلاحظ إنه أخذ نسخة ثانية من الكونغر وكرره. في أداة شبيهة إلها موجودة، على سبيل المثال أنا الكونغر هذا اللي محدده بأداة الـ Content Aware Move Tool ما بدي إياه، بدي أحذفه. طب كيف أنا ممكن أحذفه؟ ممكن أروح على Edit Fill الكونتنت، هنا أختار Content Aware، بضغط OK، بلاحظ إنه الكونغر اختفى كأنه ما فيش أصلا. هاي الأداة أداة جميلة جدا. الآن خلونا ننتقل لآخر أداة معنا في هذا اللقاء، وهي أداة Red Eye Tool. أداة بسيطة جدا واستخدامها سهل. أنتوا عارفين لما نيجي نصور بالليل الفلاش أحيانا بيضرب في العين، بينتج عنه إنه العين بتظهر باللون الأحمر هذا. فالفوتوشوب بيوفر إلي أداة الآي ريد تول، كل وظيفتها إنها بتعالج اللون الأحمر. كل اللي علي إنه أضغط كليك واحد بزر الفأرة الأيسر في العين أو المكان اللي فيه لون أحمر. بعد ما أضغط بزر الفأر الأيسر بلاقي إنه تحول
إلى لون أسود وعالج لي المشكلة هاي بكل بساطة كأنها مش موجودة. نضغط كمان العين الثانية ضغطة بزر الفأر الأيسر، بنلاحظ إنه عالج لي اللون الأحمر. طبعا هاي الأداة بتشتغل مع أي لون أحمر. في المنطقة هاي الدارك أماوت ممكن أروح أزود منطقة السواد الموجودة في المنطقة هاي باستخدام الأسهم هيك. برضو لو بدي أزود الحجم ممكن أزود الحجم في المنطقة إلها. وبهيك بنكون في هذا اللقاء أخذنا مجموعة من أدوات الريتاتشنج تول، أداة السبوت هيلينج براش تول، أداة الهيلينج براش تول، أداة الباتش تول، أداة الكونتنت أوير موف تول، وأخيرا أداة الريد آي تول. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء ويعطيكم العافية.